أنا أتفق مع الدكتور إحسان الخطيب في أنه الإيراني لا يريد أن يحارب. الإيراني يرى نفسه وريث إمبراطورية كبرى ويجب أن يستعيد مكانته، وكان يستخدم يعني حزب الله وحماس والحوثيين والحشد الشعبي وغيره كأدوات، وهو لا يمكن أن يحارب من أجل أدواته، هو يساعدها، يمدها بالمال بالسلاح بالتدريب، لكنه لا يحارب من أجلها. نفس ما حدث خلال الصراع السوفيتي الأمريكي على مدى 75 عاما، الدولتين كانتا تقتتلان على أراضي الدول الأخرى دون أن تطلق إحداهما الرصاصة في اتجاه الدولة الأخرى. هذا ما تفعله إيران حاليا، تستخدم الأدوات. إيران يعني لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تغامر بالدخول في حرب مفتوحة مع إسرائيل، لأنها تعلم أن هذا سيؤدي إلى تدخل أمريكي يقضي على برنامجها النووي، وهم يقولون بصراحة أنهم لا يريدون الدخول في حرب مع أمريكا. لذلك ضمن التفاهمات أنه يمكن تحمل ضربات خفيفة أو متوسطة، ولكن بشرط ألا تقترب من البرنامج النووي أو المنشآت النفطية أو شخصية المرشد. وأعتقد أن إيران لن تقبل باستهداف المرشد، وفي نفس الوقت يعني إذا تم استهداف المنشآت النفطية هذا سيؤدي إلى أزمة، لأن إيران ستضطر لاستهداف المنشآت النفطية في دول الخليج، وخاصة المنشآت التي تديرها شركات أمريكية. ونفس القصة إذا تم استهداف المنشآت النووية، يعني قد يعني تضطر إيران لاستهداف القواعد أو أماكن مهمة في الدول العربية أو دول الخليج أو أصدقاء أمريكا وقواعدها. ولذلك هي تقبل ضمن التفاهمات أن يكون يعني أن تضرب إسرائيل ضربة غير قاتلة وتتحملها، أو تدعي أن هذه الضربة لم تؤثر. ويعني دعني أذكرك أنه في يوم من الأيام كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث عن كيف أنه بعد اغتيال قاسمي إيران أبلغت أمريكا بأنها ستقصف معسكر بعينه، فوصلت التعليمات للجنود الأمريكيين بالتزام يعني المخابئ الخاصة بهم، ودرب المعسكر. وقالت أمريكا وقالت إيران أنها انتقمت، وهو في حين أنه لم يصب جندي أمريكي واحد، وهو نفس ما حدث تقريبا في القصف الإيراني لإسرائيل منذ حوالي يعني في الأول من أكتوبر الحالي. الضرب رغم كل ما نحكيه إلا أنه في النهاية أيضا يعد محدود مقارنة بقدرات إيران الصاروخية الكبيرة جداً.